شنا هذا العام وباش نهضروا بالدارجه بانه البرد جا قاصح. الناس اللي مرض تيمرض وتيتعطل فيه المرض، والناس بدات تتسول واش ماشي موجه ديال الكورونا. راه كان خرج واحد البلاغ ديال وزاره الصحه اللي تيقول بانه سي فري كاين داك المتحور ديال الاوميكرون، ولكن اللي سي فري هو تينتشر، ولكن في المغرب النسبه اللي شنا عبر الاسابيع فهي النسبه اللي تتبقى بحال، والنسبه ديال الايجابيه ديال التحاليل اللي في 5%، وكذلك الناس اللي استشفوا في الانعاش ولا في العنايه المركزه فقليلين محسوبين على رؤوس الاصابع، وناس اللي مع الاسف اما متقدمين في السن ولا عندهم امراض مزمنه، وهادو من الاول تناكدوا عليهم انهم خصهم يكونوا ملقحين، وانهم خصهم يديروا الحضاري الا كان شي واحد مريض باش ما يعاديهمش انهم يلبسوا الكمامه، ولا كان مثلا عندك انت شي واحد مريض انت مريض وعندك في الدار اما والديك ولا جدك وجدتك، فخصك ولا بد دير الكمامه وخصك تغسل يديك، ومن الاحسن كاع تمشي دير هذاك التيست رابيد اللي راه ما غاليش، تعرف راسك واش زكام ولا كوفيد، علاش باش ما تعاديش الناس اللي معك في الدار، وحتى الا كان زكام فخصك ما تعاديش، لحقاش الناس تنساو بانه مع الاسف في هذه الوقيته ديال الخريف والشتاء، ودابا حنا في فصل الشتاء، راه الزكام فاش يجي راه يقدر يؤدي للوفاه، وانه الملايين تيموتوا كل عام من جراء الزكام. اذا هذا العام مع بقينا محبوسين بزاف ديال الوقت، فهاد العام جا المرض وجا المرض قاسح. اذا الناس فاش يمرض يتصحاب ليه راسو واش عنده الكوفيد، والاغلبيه تيديروا فاش يدير التحاليل تيلقى ماشي الكوفيد ولكني الزكام. وما وكذلك تزادت واحد البكتيري مع الاسف اللي هي كلاميديا بنوموني، اللي خصها واحد العلاج خاص مضاد حيوي اللي هو الكلاريتروميسين ولا لازيتروميسين، وفاش يدار الامور تدخل تترجع للمسار ديالها. اذا فخصنا ولا بد ناكدوا على هذه القضيه ديال انهم الناس وراه باقي عندهم الوقت باش يتلقحوا ضد الزكام، الناس اللي عندهم اكثر من 65 سنه، الناس اللي عندهم امراض مزمنه بحال المرض ديال القلب، بحال المرض ديال السكري، بحال الضيقه، بحال القصور الكلوي، بحال الناس اللي عندهم الله يستر الكونسير وتياخذوا الادويه. اذا كلهم هاد الناس هادو خاصهم يتلقحوا ضد السكام، وكذلك الاطفال، وانا بحكم انني طبيب الاطفال من 6 شهور وما فوق اللي عندهم هاد الامراض المزمنه. اللي لاحظنا كذلك عند الاطفال انه شنا هاد العام اللي تنهضروا عليهم حنا بالعاميه الودنين، تتنتفخ هاد الغده هنا واللي تنسميوهم بالعربيه الفصحى النكاف، فكانت عندنا واحد الموجه ديال هاد لي زوريوم. نعرفوا بانه البرنامج ديال التلقيح اللي عندنا في دايره وزاره الصحه والحمايه الاجتماعيه فهو برنامج متقدم، ولكن ما تيديروش هذا اللقاح ديال لي زوريو، وانا تنوجه نداء من هذا المنبر ديالكم باش يدخل هذا اللقاح باش ما يمرضوش هاد الدراري بهذا المرض اللي في بعض الحالات تيكون خطير، اللي يقدر يسبب في العقم من بعد، ولا يقدر يسبب في التهاب السحايا لا مينينجيت. اذا فهاد اللقاح راه كاين في القطاع الخاص، ويمكن الناس يديروه لوليداتهم عند اطباء الاطفال. فإلا بغينا نديروا واحد الاستنتاج، فالناس راه المرض جا صعيب، راه خصهم يديروا، وعلاش ايضا نعرفوا بانه تيدور في الهواء هذاك الفيروس، لا ديال الزكام ولا كورونا، اللي قلنا ما كايناش هذيك النسبه اللي الناس يتخلعوا عليها،
ولكن راه كاين. وكذلك بالنسبة للأطفال، ونعرفوا بأنه مع الأسف وحنا تنشوفهم الأطفال الخداج اللي تزادوا ضعاف، ولا اللي عندهم قل من 3 شهور، راه فاش تيمرض راه تيكون صعيب. إذا نطلبوا من الآباء والأمهات والعائلات، الله يرضى عليكم، الوليدات الصغار، حنا عندنا ديك القضية أنه تيبوسوا حدا فمو باش ما خصوش يعادي الأم. تنأكدوا على الرضاعة الطبيعية، راه مهمة وراه تتحمي الطفل ديالها. ونأكدوا أنه إذا كانت مريضة فدير الكمامة، ولا كان الأب مريض يبعد ريتما يتشافى.